الأول يا دكتور عايزين نعرف الناس إيه المناظير الجراحية؟ المناظير الجراحية هي طريقة علاج، يعني هي في حد ذاتها مش عملية، هي طريقة لعمل العملية. فهو المناظير الجراحية دي مجرد هي وسيلة بندخل بيها جوه البطن لأسباب كتير خالص، وهي بتنقسم لحاجتين: مناظير بطنية يعني بندخل جوه البطن، أو مناظير رحمية يعني بيبقى التعامل كلها جوه الرحم. طب هو يا ترى بيبقى إيه دوره في علاج المشاكل تأخر الإنجاب أو العقم زي ما بنقول؟ في بعض السيدات المتزوجات لما بتعدي أكتر من سنة وما فيش حمل بيبدأوا يعملوا شوية تحاليل وكده. لما بيعملوا تحاليل بيلاقوا إن تحليل الزوج بقى كويس، التبويض عندها كويس، الرحم شكله كويس، الأشعة بالسابغ عشان الأنابيب تبقى كويسة، ومع ذلك ما حصلش حمل برضه. دول ممكن إن هم يعملوا حاجة زي المنظار. المنظار مش عملية كبيرة، إنما هي مفيدة جدا لأنها بتديكي فرصة للتشخيص والعلاج في نفس الجلسة أو في نفس العملية. وبيبقى تدخل جراحي دقيق، يعني مش بيبقى فيه فتحات كبيرة. أوكي، حضرتك يا دكتور إيه الحالة اللي ممكن أو بعض الحالات اللي ممكن نشوفها نحس لأ ده لازم يستخدم فيها منظار جراحي؟ مش كل الحالات زي بعضها. لما بنلاقي نفسنا اتزنقنا في الوقت، بمعنى ان السيده مثلا سنها كبير او عامله عمليات قبل كده بتقول ان محتمل كبير يبقى في التصاقات داخليه، دي بنقرب لها الوقت شويه. لكن لو عندي واحده متجوزه بقى لها وقت قليل وصغيره في السن ومفيش علامات واضحه ان في عندها مشكله، دي ممكن تتاخر عليها شويه. فالحاله اللي احنا حسينا ان هي لا لازم تخلف علشان الوقت بيجري من بين ايديها دي، نبقى اسرع شويه ان احنا نوجهها ناحيه المنظار الاول. يمكن يا دكتور عايزين نطمن الناس اكتر، انا دلوقتي سيده وعملت منظار جراحي، هل الموضوع يستحق ان انا مثلا اقعد اقامه او اقعد في السرير او كده، ولا بقوم على طول؟ يعني عايزين نعرف بعد العمليه بيحصل ايه. بعد العمليه سواء كانت فتح بطن او منظار بيبقى فيه نوع من الالم. الالم ده بيبقى الناس متوقعه ان هو من العمليه، لكن هو مرتبط بالحجم الفتحه اللي احنا عملناها في البطن. نظرا لان المناظير الفتحه بتاعتها بتبقى صغيره قوي، بتبقى تقريبا 1/20 من حجم الفتحة اللي بتتعمل في فتح البطن، وبالتالي الوجع برضه بيبقى 1/20 من الوجع، أقل بكتير طبعا، أقل بكتير جدا. فالعيان ما بيقعدش في المستشفى مدة طويلة، بيمشي بسرعة جدا، تقريبا يعني ساعات. قد إيه يا دكتور؟ في العادة لو المنظار حاجة تشخيصية بيمشي بعد 6 ساعات، لو حاجة جراحية متوسطة ممكن يقعد من 8 لـ10 ساعات، لكن لو حاجة كبيرة ممكن يمشي تاني يوم الصبح. وعادي بقى بتمشي عادي وتتحرك وكده ولا؟ الحقيقه الشيء الجميل في المنظار ان هو مش بس بيمشي بسرعه، انما هي تقدر ترجع شغلها بعد 3 ايام. ده بسرعه جدا جدا. وده طبعا عكس الفتح البطن اللي بيقعد من اسبوع ل 10 ايام. ما تقدرش توطي، ما تقدرش تفرد ظهرها، لكن المنظار فتحته 5 مللي ما تسكرش طبعا. المناظير الجراحيه من الحاجات الحديثه جدا في العلاج، ايه الفوائد بتاعتها عن اي جراحه تانية؟ دايما المشكله في الجراحه مرتبطه بعمليه، يعني في فتح بطن، يعني في التصاقات، يعني في اقامه مده طويله، يعني في غياب عن الشغل مده طويله. المنظار بيوفر ده كله وبيخليك تعمل العمليه في وقت قليل وبدون اقامه مده طويله في المستشفى. الحاجه الثانيه ان هي بتقدر تعملي اي حاجه بتتعمل عن طريق الجراحه العاديه، يعني الجراحات التقليديه كلها اتقلبت جراحات مناظير لان التدخل بتاعها صغير، بياخد وقت قليل، العمليه مش بتوجع، والعين بيرجع شغله بسرعه اسرع بكتير من فتح البطن. فبيبقى في حاجات تشخيصيه وفي حاجات علاجيه، يعني اي جراحه تتخيليها في امراض النساء سواء كانت كيس على المبيض، حمل خارج الرحم، ورم ليفي، استئصال رحم، تصليح في سلس بولي، اي حاجه ليها علاقه بالفتح التقليدي ممكن نعملها هي نفسها بالمنظار. بس احنا واخدين ميزه عن الفتح العادي ان احنا ما عندناش التصاقات في المنظار. دي فوائد بقى، يعني احنا كده دي فوائد المنظار. فوائد الحقيقه يعني كبيره جدا جدا. يعني طب حضرتك ممكن تقول لنا ايه الفوائد كده طبعا بتاعتها؟ هي اهمها ان احنا بنشتغل مع نسات وسيدات يهمهم قوي شكل البطن بعد العمليه. فما بيبقوش عايزين عمليه كبيره، ما بيبقاش فيها فتحات، مفيش فتح، مفيش حاجه تبان بعد العمليه، بتبقى حاجه احسن. يعني الندوب بتبقى صغيره جدا بالزبط. ومش بتخيطها، بنحط عليها زي بلاستر كده، فما بتبقاش سايبه علامه. والحاجه الثانيه الفرق بين الجراحه والمناظير ان المناظير بتبقى التكبير فيها كبير قوي، يعني كل حاجه بتتشاف مكبره. فحضرتك متخيل لما تبقى عامله عمليه فحاجة كبيرة، فالتدخل بيبقى قليل، ما بيبقى مش بنأذي الأنسجة. لأن ببساطة الآلات بتاعتها كلها صغيرة، التسليك، شيل حاجات، تحط تعمل تسليك معين، تشيل بطانة مهاجرة، تشيل تكيس، كل الحاجات دي بتبقى متاحة بالمنظار. إيه كمان يا دكتور؟ الحقيقة يعني هي لسته لا حصر لها، يعني كل تقريبا ما فيش حاجة ممكن تتعمل بالفتح ما تتعملش بالمنظار. حتى في السنوات الأخيرة بدأنا نعمل عمليات ليها علاقة بالأورام النسائية، يعني طول عمر الأورام النسائية بتتعمل فتح
وفتح كبير. لا، قدرنا نعمل نفس العمليات عن طريق المنظار بفتحات قليلة جدا. وبالتالي سهل قوي ان العيان يرجع لو هياخد استكمال علاج كيماوي او اشعاعي، بيروح اسرع، لان طبعا اللي كان بيعطله الجرح ده مش موجود في المنظار. طب هل في سيدة ممكن تكون حالتها ما ينفعش يحصل انها تعمل عملية عن طريق المنظار، ولا كله يعني بيبقى تمام اوكي؟ لا، هو الحقيقة في سيدات ما ينفعش، بس هي كلها مش متعلقة بالمنظار، هي متعلقة هل ينفع هي في الاساس تاخد بنج كلي، لان المنظار لازم تاخد بنج كلي. فلو ما ينفعش تاخد بنج كلي ما ينفعش تعمل منظار. مثلا اللي هي مثلا بيعانوا امراض قلب، متهيأ لي صح؟ لو عندها مرض قلب، في قصور في وظائف القلب، برضه ما تنفعش تعمل منظار. لو في ورم حجمه ضخم قوي، لان الفتحات بتاعتنا 5 مللي، هيك متخيله لما نطلع ورم مثلا وزنه 20 كيلو من فتحه 5 مللي، انا ممكن اقعد فيها 4 ايام قبل ما اطلع الحجم ده. فهو ساعتها بتبقى صعبه جدا. صعبه جدا. فهو برضه كلها حاجات متعلقه بحجم الحاجه اللي انت هتعملها. تمام.